تعرف على آخر الترتيبات لاستقبال اللواء محمود الصبيحي وناصر منصور هادي بهذه المدينة. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم في عدن اجتماعا باللجنة المكلفة لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون قوات صنعاء. واطلع وزير الدفاع على الاستعدادات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي قامت بها اللجنة لاستقبال الدفعة الأولى من الأسرى في مطار صنعاء غدا الجمعة، والتي تشمل 72 أسيرا بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء الركن ناصر منصور هادي. وأشاد وزير الدفاع ببطولات وبأس أسر القوات المسلحة الميامين في سجون صنعاء، مشددا على تنظيم استقبال يليق بتضحياتهم وصمودهم ابتهاجا بحريتهم، مؤكدا أن وزارة الدفاع ستبذل كافة الجهود للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من سجون قوات صنعاء